ابراهيم عمل غلطه كارثيه النهارده في مباراه بيراميدز والرجاء. الكره كانت طالعه بره وهو حب يمسكها علشان ياخد ثقه البدايه بتاع الماتش، فالكره عملت باند وخبطت في ايده ودخلت جون علشان خاطر الثقه اللي كان عايز ياخدها بتروح خالص، وبيراميدز يلبس الهدف الاول. وبعدها علي جبر بيشوط بتخبط في زميله وتترد للمهاجم الرجاء وبيجيب الهدف الثاني والمباراه تخلص على كده. كله بعد المباراه ركز على الهدف لشريف احرزه في مرماه. ليه بقى؟ علشان خاطر دي غلطه كارثيه بيعملها شريف اكرامي. هل دي اول غلطه كارثيه ليك حارس مرمى في مباراه افريقيا اطلاقا؟ الراجل معروف ان هو خرب بيوت، والراجل معروف ان هو بيتم احراز اهداف فيه بطريقه كوميديه، بس كانت بتعدي زمان علشان خاطر كابتن اكرامي كان بيقول ان شريف مرصود والاعلام واقف لابنه على الواحده، وكابتن شوبير كان بيطلع يعمل حملات جماهيريه علشان الجمهور يطلع يساند شريف اكرامي. انما المره دي انت بتلعب في نادي غير جماهيري، والكلام كان كتير قوي عليك الاسبوع اللي فات انك حاطط بند في العقد بتاعك انك تلعب اساسي. كل ده وتيجي النهارده تخربها في مباراه مفترض ان انت واحد من عناصر الخبره اللي هتشيل بيراميدز. وفي الاخر لما نقول ان شريف اكرامي بيلعب عافيه وبيلعب علشان خاطر حاطط بند في العقد بتاعه، ناس تانيه تقول لك انت حق.